تقدر توصل لك النقرة ما بين 5 سنت حتى 10 سنت، يعني تقدر تربح 1 دولار ب10 ديال الضغطات، تقدر تربح 1 دولار ب20 ضغطة، يعني على حسب انت والاعلان اللي غادي يظهر لك. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، واهلا بكم معي في حلقة جديدة من قناة تيتانيك. اليوم عندي لكم فيديو جديد، شرح جديد وربح جديد. الفيديو اللي غادي نشوف فيه واحد الموقع اللي كيعطينا في كل ضغطة او في كل كليك 5 سنت، يعني اذا ضغطتي 20 ضغطة غتاخذ 1 دولار. فلك تهتم بالامر، بقى معايا تبع الفيديو حتى الاخر باش ما تفوتكش شي معلومة. واذا كنت زائر جديد كنقول لك يا صديق العزيز، لا تنساش تضغط ديك الزر الاحمر اللي كاين اسفل الفيديو وتضغط عليه وتشارك معنا، وما تنساش تفعل ديك الجرس الصغير باش يوصلك اي فيديو حتى تلقاها لك مباشرة. طبعا الحال عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد زيادة لايك، تعليق موجه في اسفل الفيديو، والا عندك سؤال غادي نخليك الرابط ديال الانستغرام ديالي في اسفل الفيديو، دخل ديك الرابط راه هي سؤال ليك وغادي نكون سعيد جدا بجاوبك عليه. وباش ما نطولش عليكم في المقدمة بزاف، خاطر ندوزو مباشرة للشرح. وقبل ما نبداو في الشرح ديال الفيديو هذا، بغيت نقول لكم بلي كاين واحد الولد كيطلب منا الدعم على القناة ديالو اللي سميتو زياد المحترف. الرابط ديال القناة ديالو غادي تلقاوه في صندوق الوصف، ما تنساوش تدخلوا عنده كاملين واشتركوا عنده وفرحوه بلي لايك والتعليقات المحفزة، ونعطيوه واحد الدفعة باش حتى هو يشق المسيرة ديالو في هذا المجال ديال المعلوميات أو في هذا المجال ديال الربح. وحتى انت يا صديقي إلا بغيتي ندعموك في فيديو قادم، ما تنساش تشترك عندي القناة وتفعل زر الجرس ودخل الانستغرام وتخلي لي الرابط ديال القناه ديالك باش تنسى ندعمكم ان شاء الله في الفيديو القادم. واي واحد فيكم عنده شي موقع ربحي وبغى يبارطاجيه مع الدراري ديال القناه ولا مع الشباب اللي كيتابعوا القناه، ما ينساش يرسل لي الرابط ديال الموقع اللي كيشتغل فيه في الانستغرام، وان شاء الله غادي نقوم بالمراجعه ديال الموقع وغادي نعرضوه في الفيديو القادم حتى هو باش الناس يستافدوا منه. وهذا الشيء اللي كاين، ويلا نبداو على بركه الله. فكما كتشوف يا صديقي العزيز، الموقع اللي غادي نخدموا عليه اليوم هو هذا اللي سميتو سيرب كليك. من بعد ما تضغط على الرابط اللي غنخليك في اسفل الفيديو غادي يوجهك مباشره للصفحه هذه. فاول حاجه كنقوموا بها دائما في الفيديو وهي الطريقه ديال التسجيل. الطريقه ديال التسجيل في هذا الموقع راه سهله، غادي تجي لهذا المكان هذا، غادي تضغط على هاد 3 الشريطات اللي كتلقاهم في هذا المكان هذا، وغادي تضغط على تسجيل. كما كتشوف غادي تضغط عليها في هذا المكان هذا، غيفتح لك واحد الواجهه انا مسجل فيه، فما غاديش نسجل فيه مره ثانيه، ولكن غادي نوريكم الطريقه ديال التسجيل. فغادي نجي لهذا المكان هذا وغادي نضغط عليه كما كتشوفوا. فاول مره كتبغي تسجل في هذا الموقع هذا غتسمع هذه الواجهه هذه. كما كتشوف يا صديقي العزيز، الموقع عنده جوج طرق ديال العمل. الطريقه الاولى وهي الدخول يعني كناشر، يعني تروج لشي موقع الى عندك مثلا بغيتي تجيب له الترافيك ولا تجيب له الزيارات، فكتدخل كمشتري، كتضغط على مشتري وكتدخل. اما الا كنتي باغي تربح منه المال، يعني الا كنتي باغي تربح فلوس، فكتجي كتضغط في هذا المكان هذا. من بعد ما تضغط على المكان هذا كما كتشوفوا، كتفتح لك الصفحه هذه. الطريقه ديال التسجيل راه سهله، كما كتشوفوا كتدخل البريد الالكتروني ديالك هنايا، وكتدخل كلمه السر ديالك، وكتدخل البريد الالكتروني ديال البايبل ديالك هنا في هذا المكان هذا، وكتعاود تاكد البريد الالكتروني ديال البايبل ديالك هنا في هذا المكان هذا. وهنا كيقول لك الموقع يعني او سيرب كليك، كتقول لك فين سمعتي عليه، يعني فين عرفتي هذا الموقع هذا. كتقول له مثلا سيرش جوجل او تكتب له مثلا غير جوجل، وكتضغط على ارسال. ملي تضغط على ارسال كتولي تسجل الدخول ديالك بطريقه عاديه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني كتسجل الدخول ديالك في هذا المكان هذا، وكتضغط على تسجيل الدخول. كما كتشوف يا صديقي العزيز، بعد ما تفتح لك هذه الواجهه هذه، كيقول لك باللي هذا الموقع هذا كيخدم على جوج المتصفحات، يا اما المتصفح ديال فايرفوكس يا اما المتصفح الثاني ديال مايكروسوفت. يعني هذو جوج المتصفحات هما اللي كيخدم فيهم هذا الموقع هذا، تختار واحد من الجوج هادو، يعني شوف انت اللي متوفر لك. انا متوفر لي بجوج ولكن غادي نخدم على مايكروسوفت. غادي نجي لهاد المكان هذا اللي في الاعلى، غادي نمسح هذا الرابط كما كتشوفوا، ناخذ كوبي على هذا الشكل هذا، غادي نتوجه للمتصفح ديال مايكروسوفت على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وغادي نضغط على بحث، يعني نلصق ديك الرابط ونضغط على بحث كما كتشوفوا. غادي ندخل لاول رابط نلقاه في الاعلى. فمن بعد ما نفتح مكات الصفحه هذه يا صديقي العزيز، كما كتشوف هنا كيقول لك تقدر توصل لك النقره ما بين 5 سنت حتى 10 سنت، يعني تقدر تربح 1 دولار ب10 ديال الضغطات، تقدر تربح 1 دولار ب20 ضغطه، يعني على حسب انت والاعلان اللي غادي يظهر لك. فاول حاجه تقوم بها وهي تمشي لهذا المكان ديال اضغط هنا للبدء كما كتشوفوا، دي اول حاجه تقوم بها. وكتجي لهذا المكان هذا غادي يقول لك تدخل واحد الاضافه، يعني ضروري خصك تكون عندك واحد الاضافه صغيره. كتضغط على هذا المكان هذا كما كتشوفوا باش تحمل الاضافه اللي عطاتك الموقع. كما كتشوف الاضافه هي هذه اللي خصك ضروري تحملها. كتجي كتضغط في هذا المكان هذا ديال التحميل او التثبيت، كما كتشوفوا انا اصلا مثبته في المكان اللي في الاعلى كما كتشوفوا هنا، فالا ضغطت هنا غادي نزولها. فكتضغط على تثبيت وكتزيد هذه الاضافه هذه، يعني كتخدم هذه الاضافه هذه. من بعد غادي تثبتها في المتصفح ديالك هنا اللي في الاعلى، كتجي لهذا المكان هذا كما كتشوفوا، كما كتشوفوا انا مثبته هنايا في الاعلى كما كتشوفوا، غادي نضغط عليها في هذا المكان هذا كما كتشوفوا، وكتدخل البريد الالكتروني اللي تسجلتي به في الموقع، كتدخله في هذا المكان هذا، وكتدخل الباسورد ديالك، يعني ضروري خصك تدخل الباسورد. انا ندخل الباسورد ديالي على هذا الشكل هذا، وكنضغط على لوغين. كما كتشوفوا الموقع نترجم لكم من اللغه الفرنسيه او اللغه الاصليه ديالو، كما كتشوفوا هنا الموقع عطاني واحد الكلمه كيقول لي ابحث عليها في جوجل، يعني هذه الكلمه هذه خصني نبحث عليها.
غادي نجي لهاد المكان اللي في الاعلى كما كتشوفوا، الى هاد المكان اللي في الاعلى، وغادي نكتب ديك الكلمه. من بعد ما كتبت الكلمه هذه كتبتها انا في الاعلى، ناخذ كوبي يعني عادي لهذا الشكل هذا نسخ، غنسخ وغادي نجي لهذا المكان هذا، وغادي نفتح واحد المتصفح اخر جديد كما كتشوفوا، ولا صفحه اخرى جديده، وغادي نلصق ديك الكلمه في هذا المكان هذا، ونلقى على بحث. غادي نقوم باللصق ديالها، غادي نضغط على بحث في هذا المكان هذا. يعني كيفاش الطريقه باش نلقى ديك الكلمه؟ كما كتشوفوا غادي نبقى نقلب ونقلب ونقلب حتى نلقى واحد الرابط او واحد اللين يعني بالاحمر، اللون ديالو بالاحمر. فاذا ما لقيتش في الصفحه هذا ندوز للصفحه الثانيه كما كتشوفوا، غادي نقلب. يعني نقدر ما نلقاهاش في الصفحه الاولى، نقدر نلقاها في الصفحه الثانيه ولا في الثالثه. وكما كتشوف يا صديقي العزيز، الصفحه اللي كنقلبوا عليها ولا العنوان اللي كنقلبوا عليه هو هذا، فكتضغط عليه واحد الضغطه بهذا الشكل هذا وكتدخل له. يعني كما كتشوفوا ملي كتفتح مكات الصفحه هذه كتسنى واحد العدد، هو كيحسب هنايا كما كتشوفوا العدد، هو كيحسب تقريبا عطاني 110 ديال الثواني اللي خصني نتسنى، فما غادي دير حتى شي حاجه، غتبقى تسنى هذيك الثواني تيتخذا وصافي. يعني هذه الطريقه ديال العمل في هذا الموقع هذا. كما كتشوفوا صديقي العزيز دابا يقدر بتسهل هذيك 110 ديال الثواني كما كتشوفوا، انا كيقول لك تسنى واحد 30 ثانيه واحده اخرى باش يدوز ديك المال ديالك للموقع اللي انت كتشتغل فيه حاليا. دابا غادي تسنى 30 ثانيه، يعني ما كدير والو، ما فاش كتضغط على ديك الرابط اللي كتلقى اللي كتلقاه بالاحمر صافي كتضغط عليه وكتسنى، ما كدير حتى شي حاجه اخرى الا كتسنى، يعني كتنتظر وصافي. وهذه هي الطريقه. دابا الى دزنا للموقع ديالنا او الحساب ديالنا اللي في هذا المكان هذا، غادي نجي للارباح كما كتشوفوا، نضغط عليها. كما كتشوف هنا عندي 3 ديال الضغطات، يعني هاد الضغطه هادي وجوج ضغطات قبل، يعني كما كتشوف خديت فيهم 15 سنت يعني تقريبا درهم ونص مغربيه كما كتشوفوا، يعني كل جوج ضغطات كيعطيوك 10 سنت، يعني الا خديتي 20 ضغطه غتاخد عليها واحد الدولار وانت غادي. هذه الطريقه ديال العمل في هذا الموقع هذا، الطريقه راه سهله وبسيطه، وفي الامكان ديالكم تربحوا المال من هذا الموقع هذا بالطريقه هذه اللي هي ضغط على الاعلانات. فهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو دابا، كنتمنى من الله كنت وفقت في الشرح ديال هذا الفيديو هذا، وكنقول للاشخاص اللي لقوا معايا زينات السعاده باقي ما اشتركتش، فكنطلب منك اصدقاء العزيز باش تعود لك الزر الاحمر اللي كاين في اسفل الفيديو وتضغط عليه وتشترك معنا، وما تنساش تفعل الجرس الصغير باش يوصلك اي فيديو حتى تلقى عليه المباشره. طيب الحال عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد الزر ديال لايك، تعليق مشجع في اسفل الفيديو، ولا عندك شي سؤال غادي نخليك الرابط ديال الانستغرام ديالي في اسفل الفيديو، دخل ليك الرابط طرح لي السؤال ديالك وغادي نكون سعيد جدا باش نجاوبك عليه. ومن قليل نلقاكم ونلقاكم في فيديو اخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.